Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaatul Muslimin, I was requested by Sheikh Shafiq, inshallah, that we must make the dhikr on our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, most importantly because we are in the month of Rabbi al-Awwal. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the understanding. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the hikmah of this month, inshallah. Amen. And also then, also we're going to make dua on all our deceased family, friends, mostly in the COVID, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala grant sabr in the hearts and the families, inshallah. Amen. And grant all deceased jannatul firdaus, inshallah. Amen. And also we're going to make dua on all our sick people, and Allah subhanahu wa ta'ala grant them complete shifa, inshallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل البيت الكرامة الفاتحة ببركة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وروحه في الجنة الفردوس. وتجاوز عن وحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله العليم. اللهم ربنا اسأل ببعث اشفي أنت الشافي. لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم الرب الأرض الذين أيش فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات كرة أعين وجعل المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا كانوا يتقون. لخير دواء هم فيها سبحانك الله هم وتقيتهم فيها ومنكم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي
وسلم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من العذاب الأليم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعون ندخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على الإنبان ما يأتيهم من
الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغدرون أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما حملت أيدي أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا شمس ينبغي لها أن تدكر القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذرياتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نخرجكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون Thank you.
تعز يوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون المصور والأسماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شريك وهي تفور تكاد تميز من الخير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسخا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم حورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين إلا رحمة الله قريب من المحسنين لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما I didn't know.
barakatuh wa alaikum akhlau bayti innahu hamidul majid inna ma yuridu allah yuhibbukum lisana bayti wa yutahhirukum inna allah wa malaikatahu yusallun ala nabi ya Allahumma salli azalu salawati ala as'adil سادات الرسول النبي الأكرمين وعند حزبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله نستغفر الله
نستغفر الله فاعلم أن وعده غير حق. Bismillahirrahmanirrahim.
لله والحمد لله ولا إله إلا الله Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم إنما ذلكم الشيطان نخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل Yeah.
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا باسط يا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز Yeah.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله آمين آمين برحمة الله وأكرمين محمد صلى الله عليه وسلم حير من أهل موت تذلنا وعلى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حير من أهل موت تذلنا وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها صدر من يسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبدا علم لا بسم ذات العالية مستديرا فهد البركات على ما أن له وأولى وأتمم بحمده موارد صائخة هنية مبتدية من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على نور الموصوف بالتقديم الأولية المنتقل في عرن الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوان حسن إدرة الطاهرة النبوية ويؤم صحابة والأدباء وموالا وأستدي هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وخفض من الغواية في خطة الخطاء وخطاء وأنصر من قصة مولود النبوي برودا خصالا أبكريا
نادما من النسب شريفه قد تخلى المسامع بغلا واستعين بحول الله سلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الخمد أخمدت خصال السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لولياء ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي للتقاسي في البلاد قداءة القسية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المخترم فخماخما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرات بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه القرين وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنحي للكثير وارتضى ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى الله بدنا إلى رحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن أدنان وهذا سلك نظمت فرائد وبنان سنة السنية إلا الذبيح إسماعيل نسبة ومنتمى ومنتهى فأعظم به من إكرد تألقت كواكب الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب تخصب العلا بخلاه قلدتا نجومها الجوزاء خبذائك دسورة وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاخ الجاهلية أوردنا زين العراقي وارد في مورده الهني وروان خفض لله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سون الاسم تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبي وأمي صراط صراط نور النبوة في أسارير غرر البهية وبدر بدر في جب جد عبد المطلب وابن عبد الله عبد الله
غني ولما عود وعد على بعد حقيقتك محمد يا وإذا نعود اسمه وروحا بصورته ومعنى نكون نعود إلى مقعدي من صدفتي من أزهري وحسن قريب مجيب بأن تكون أمة لمصطفى ونودي بالسماوات والأرض بحمل آل أنوار الزكية واسرى كل سب له في نسيم سبا وقزية العود بعضة لتجميعها من النابات حلى سندسية وعينت الثمار وأدنى الزجر لجاني جنا ونزق لخمي قلودا غابت القويش بصادق الأرسل العربية وحوت الأسرات والأسنام على الوجوه والأنوار وتسمع زار الوخوص ومشالك والمخالب والدواب البهارية وقفت العوالم من صورك كأس خميا وفسعت الجنن بأجلال زمني وانتهكت الكهنة زوار بنغمانية ولدى بحبل كل خبر خبير وفي علا حسنه وأوتي أمه في المنام فقيل لا إنك قد غمت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا ودعتي محمدا لأنه ستهمة أقبى أطر حمله شحران على مشهور الأكوال المروية في المدينة المنورة عبوه عبد الله وكان قد تتاز بأهواله بني عده من الطائفة النجارية فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على راجل تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه رشدا Oh,
ya Habib Billya God.
تخرير ستوري اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه المنير اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلام يا
Sheikh. We have the Jamal Jamal people in Quran, inshallah. And also we can make the Quran our album, inshallah. And I thought God's just doing it. Yesterday I became a grown man. Make a Allah for me. Yesterday I turned 60. Oh, mashallah. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اللهم نسألك بحق محمد وبحق من سميته أحمد وبحق من سميته طه وبحق من سميته ياسين وبحقه من سميته يا حبيب الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نور قلوبنا بمحمد وآل محمد والله أحيا حياتنا بمحمد وآل محمد اللهم نسألك يا الله روضة من رياض الجنة يا الله اللهم هذا الإخوة يا الله الذين ميلادهم في الأمس واليوم اللهم بارك حياتهم يا الله اللهم طول عمر يا الله في خدمتك موصولا يا الله اللهم نسألك يا الله الذين مرضوا في المستشفيات اللهم أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء يا من اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ما له الرجاء وسلاحه البقاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا مستوحشين في ظلام يا عالم لا يعلم صلي الله محمد وآل محمد سبحان الله ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي المحسن إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات صوفية المحققين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا في سببهم وتلون القرآن العظيم لأجلهم وجيئتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم غني عنا إذا سمعناهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة وتجاوز عن سيئاتهم واغسلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله العظيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وعنا عليه وعنا النهار واجعله خشوعا
حجت لنا يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته وهمنا إلا فوجته إلا حاجته إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واسرع صدورنا ونوي قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا اللهم توفنا على المسلمين وأحيينا مسلمين وحقنا في اسم الداء والصالحين اللهم إنك تتم ويسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim wa barik wa sallim